بكثير من الحزم والجدية تعلن بريطانيا أن روسيا تشكل خطراً على أمنها وأمن حلفائها أكبر من خطر الجماعات المتطرفة كالقاعدة وتنظيم داعش. التصريحات تنسب إلى رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال مارك كارلتون سميث الذي قال إن روسيا تسعى باستمرار إلى التفوق على الغرب واستهدافه عبر تطوير قدرات جديدة في مجالات حربية غير تقليدية مثل الفضاء التقليدي والفضاء الإلكتروني. تصريحات سميث جاءت بعيد عودته من زيارة القوات البريطانية المشاركة ضمن القوة التي نشرها حلف شمال الأطلسي لردع أي عدوان روسي على دول البلطيق. وحسب صحيفة ديلي تيليغراف فإن المسؤول العسكري البريطاني دعا إلى التركيز على الخطر الروسي لا سيما بعد الهجوم بغاز الأعصاب القاتل على الجاسوس الروسي المزدوج سيرغي سكريبال مطلع هذا العام. إذن هي التحدي الأعظم للحلفاء الغربيين، هكذا ترى بريطانيا روسيا، كيف لا وهي التي دفعت الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على موسكو جراء استخدامها غاز الأعصاب، كما أنها صاحبة الفضل في توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤول عن الهجمات. موقف لندن من موسكو يمكن قراءته في سياق الموقف الأوروبي العام الذي بلغ ذروته مؤخرا عبر دعوة فرنسية لإنشاء جيش أوروبي يتصدى للخطر الروسي. الدعوة لقيت أذانا صاغية في برلين وعواصم أوروبية أخرى. ربما لن يكتب لهذا الجيش أن يرى النور، إلا أن مجرد الحديث عنه يؤكد مدى قلق الأوروبيين وتنامي حذرهم من الأنشطة الروسية التي تزعزع الاستقرار.